بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. النحاس في القرآن، أحبتي في الله، عنصر النحاس ذكر مرة واحدة في القرآن. أحببت اليوم أن أبث إليكم هذه الومضة العلمية القرآنية الرقمية. هل جاءت بالمصادفة؟ أنا سأترك الجواب للقارئ الكريم يفكر ويستخدم عقله ويجيب عن هذا السؤال. أين وردت كلمة النحاس في القرآن؟ يعني عندما وضع الله كلمة النحاس أين وضعها؟ دعونا نتأمل. لقد خاطب الله تعالى الإنس والجن وتحداهم أن يخترقوا أقطار السماوات والأرض، وبالفعل لا يمكن لأحد أن يصل لخارج الكون، لأن المسافات هائلة والتوسع الكوني هائل أيضا. كذلك لا يمكن اختراق الأرض بسبب الضغوط الهائلة والحرارة المرتفعة، ولكن هذا التحدي فيه إعجاز آخر. دعوني أيها الأحبة أقرأ معكم الآن النص. سنقرأ النص من بدايته، حيث وردت كلمة النحاس. يا معشر، رقمها 1، الجن 2 و3، الإنس 4. طبعا هنا الواو أيها الأحبة في هذه المعجزة نعتبرها كلمة مستقلة عما قبلها وما بعدها، وهذا طبعا منهج في عد الكلمات. إن 5، استطعتم 6، أن 7، تنفذوا 8، من أقطار السماوات والأرض 13، فانفذوا 14، لا تنفذون إلا بسلطان فبأي 19، آلاء ربكما تكذبان 22، يرسل عليكما شواظ 25، من 26، نار 27، و28، نحاس 29. إذن كلمة نحاس رقمها أيها الأحبة 29. لماذا هذا الرقم أيها الأحبة؟ هذا يأخذني لعالم العدد أو الأعداد الذرية للعناصر. نحن نعلم أن الله خلق في الكون أكثر من 100 عنصر، منها النحاس طبعا، منها الحديد، منها الهيدروجين والأكسجين وغير ذلك. طيب دعوني أذهب للجدول الدوري هنا أيها الأحبة، هذا الجدول الدوري للعناصر الكيميائية. لدينا هنا الهيدروجين رقمه 1، يعني ذرة الهيدروجين فيها إلكترون واحد. العنصر رقم 2 هو الهيليوم، ذرة الهيليوم فيها إلكترونين، يعني طبعا عدد الإلكترونات التي تدور حول نواة الذرة هو العدد الذري لهذا العنصر. يعني مثلا هنا الأكسجين رقمه 8، النيتروجين 7، وهكذا. طيب ما هو العنصر رقم 29؟ قلنا كلمة النحاس وضعها الله رقمها 29، ما هو العنصر رقم 29؟ هنا أيها الأحبة هذا هو العنصر 29، دققوا معي، سأكبر الصورة قليلا، انظروا أيها الأحبة، هذا هو العنصر رقم 29، انظروا. ما هو أحبتي في الله؟ النحاس. العنصر رقم 29 حسب الجدول الدوري هو النحاس. إذن العنصر رقم 29 CU هو النحاس. طيب بالله عليكم، يعني هل هذه مصادفة؟ أنا سأترك الحكم لأي ملحد. أن كلمة النحاس لماذا لم تأتي رقمها 28 أو 30 أو 10 أو أي رقم آخر؟ يعني لماذا الرقم 29؟ أنا بالنسبة لي
أعتقد أن القرآن كتاب مبرمج، كل كلمة كل كلمة فيه أيها الأحبة موضوعة في المكان الصحيح، في المكان الدقيق. لذلك عندما نقرأ قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، نعلم أن هذه الكلمة محكمة موجودة في المكان الذي يتناسب مع المعنى الدقيق لها. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذه المعجزة من يشاء من عباده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.